بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب حالات الأئمة في السن من كتاب الكافي الشريف حاصل أحاديث هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يصطفي الأنبياء والأئمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب يعني القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وحيث ان الله سبحانه وتعالى يصطفي لانه حكيم وعالم وقادر فيصطفي الافضل يعني يجعله افضل من سائر الناس فلذا ليس من المهم مدى عمر النبي او الامام عيسى عليه الصلاه والسلام في المهد هو نبي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ويحيى عليه السلام كان نبيا والله سبحانه وتعالى يقول حوله وآتيناه الحكمة صبيا فإذا لأن الله قادر عالم حكيم يصطفي بحكمته من يشاء، والذي يصطفيه يجعله قابلا للمنصب الذي اصطفاه له، فلا اعتراض على عدم بلوغه او على صباه، ومن الائمه عليهم الصلاه والسلام ثلاثة ائمه تبوأوا منصب الامامه نطقوا بها وهم في سن الصبا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام المهدي عليهم جميعا الصلاة والسلام وهذا كان مثار سؤال واستغراب من بعض الناس فكان الجواب إن هذا اصطفاء من الله كما إن الله كما ان الله سبحانه وتعالى اصطفى يحيى وعيسى وهما صبيان كذلك اصطفى الامام الجواد والامام الهادي والامام المهدي وهم دون سن البلوغ كنا في الحديث الاول من احاديث هذا الباب وحول عيسى عليه الصلاه والسلام كان. القسم الثاني من هذا الحديث يتعلق باصل موضوع الامامه. يقول الامام الباقر عليه الصلاه والسلام: "وليس تبقى الارض يا ابا خالد الراوي يوما واحدا بغير حجه لله على الناس". وهذا قد مر سابقا بيانه وبشكل مختصر ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وطريق هذه الرحمه الخاصه هو ان يعبد الله سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فلذا الناس بحاجه الى من يعلمهم والا يكون نقضا للغرض خلاف الحكمه والله سبحانه وتعالى منزه من خلاف الحكمه فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخليفة قبل الخليقة. آدم عليه الصلاة والسلام حجة الله أول إنسان، ومن بعد آدم لم تنقطع الحجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هسه إذا الناس رفضوا تلك الحجة فهذه مشكلتهم. كما ان الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء لهدايه الناس فاكثر الناس رفضوا، لكن الحجه عليهم، الله سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة، فاذا وليس تبقى الارض يا ابا خالد يوما واحدا بغير حجة لله على الناس، منذ يوم خلق الله ادم عليه السلام واسكنه الارض. هسه القسم الأول اللي في الحلقة الماضية قريناها، قرناه. كان يرتبط بإمامة عيسى، بنبوة عيسى ويحيى، وهما صبيان، انتقل الكلام إلى بيان أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبياً رسولاً، وكان حجة على يحيى، لأن يحيى كان نبياً، لكنه لم يكن رسولاً، كان تابعا لعيسى مصدقا له. هسه السؤال يجي انه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هل في زمن الرسول كان حجة وكانت تجب طاعته او لا؟ الجواب نعم لان الله سبحانه وتعالى يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقد مر فيما مضى مفصلا ان اولي الامر في هذه الايه لا يراد بهم امراء السرايا وقاده الجيش مثلا لا لو كان اريد بهم هؤلاء لكان في الايه تناقض كما مر مفصلا لان هذا الشخص امير السريه قائد الجيش هل يخطئ او لا يخطئ نعم يخطئ يمكن ان يعصي الله سبحانه وتعالى او لا نعم يمكن ان يعصي الله سبحانه وتعالى الرسول ارسل خالد بن الوليد الى بني جذيمه فهو خلافا لامر الرسول قتلهم لثأر بينه وبينهم في الجاهليه لانهم كانوا قد قتلوا عمه الفاكه على كل حال مع ان الاسلام يجب, يجب ما قبله والدماء اللي كانت قبل الاسلام بعد الاسلام الرسول صلى الله عليه واله ابطلها يمكن واحد يرسله الرسول فيخون يمكن ذلك زين هذا انت واجب الطيعه إذا واجب الطيعة فقد عصيت الله سبحانه وتعالى إذا أطعت الله سبحانه وتعالى فلازم تخالفه في في الآية تناقض لأن الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني حينما أمر خالد بقتل هؤلاء من بني جذيمة هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى وخلاف أمر الرسول ولذا الرسول وداهم يعني أرسل عليا عليه السلام أمير المؤمنين فدفع ديتهم واسترضاهم ولم يولي خالدا بعد ذلك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله واجب الطيعة لا حرام الطيعة فصار في الآية تناقض فإذا أولي الأمر منكم يراد بهم من هم معصومون وقد اجمعت الامه على عدم عصمه الخلفاء من ابي بكر وعمر وعثمان وبني اميه وبني العباس والسلاطين والامراء والحكام والقضاه اجمعت الامه على عدم عصمتهم فهم ليسوا مشمولين بهذه الايه وانما ثبتت بالادله عصمه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولو ما هم معصومين الآية كان يصير لها كان يص... الآية لا مفهوم لها، لا مصداق لها وهذا لا معنى له، الله سبحانه وتعالى حكيم عالم فيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية نزلت الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة علي عليه السلام في زمن الرسول، لكن علي لكن عليا عليه الصلاة والسلام كان صامتاً مع وجود الرسول لا يامر بشيء ولا ينهى عن شيء. قلت جعلت فداك، اكان علي حجه من الله ورسوله على هذه الامه في حياه رسول الله؟ فقال نعم يوم اقامه للناس ونصبه علما يعني في يوم الغدير. قبل ذاك الناس كانوا معذورين لأن الرسول ما كان قد بلغهم هذا الأمر لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمره بتبليغه، مثل ما واحد أول سنة من البعثة إذا أسلم زين هذا ما كان يصوم هل عدم صومه معصية؟ لا لأن الله لم يكن قد أمره بذلك لأن الأحكام نزلت بالتدريج فقبل ما الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بأن يبلغ الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني في علي عليه السلام قبل ذلك الظاهر أنه ما كان الله سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين إطاعة علي عليه السلام لكن حينما نصبه خلص الله سبحانه وتعالى نجز ذلك الحكم إذا الإمام يقول نعم يوم أقامه للناس ونصبه علما ودعاهم إلى ولايته وأمرهم بطاعته فاسمعوا له وأطيعوا قلت وكان الطاعة علي واجبة على الناس في حياة رسول الله وبعد وفاته فقال نعم ولكنه صمت فلم يتكلم مع رسول الله إذا كان يؤمر الناس بشيء لازم يطيعوا لكنه احتراما لرسول الله، ولأن الرسول صلى الله عليه واله هو الناطق، أمير المؤمنين لم يقل شيئا. وكانت الطاعة لرسول الله على أمته وعلى علي في حياة رسول الله، وكانت الطاعة من الله ومن رسوله على الناس كلهم لعلي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله. بعد ذلك الإمام يضيف جملة يقول وكان علي عليه السلام حكيما عالما هذا كأنه جواب للسؤال إذا طاعة علي كانت واجبة على الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله فلماذا الآخرون حكموا الجواب وكان علي عليه السلام حكيما عالما إذا لم يأمر الناس لأن الآخرين قد حكموا هذا من حكمته ومن علمه ومن حلمه هو حجة لله سواء أطاعه الناس أو لم يطعه يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وآله حينما كان في مكة هل كان يجب على أهل مكة أن يطيعوه نعم هل كانت السلطة بيده كلا السلطة بيد المشركين هل هذا نقض لنبوته؟ كلا. هو نبي من الله والناس لازم يطيعوه لكن الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى مختارين. يتمكنون من الاطاعه يتمكنون من العصيان. فان اطاعوا سع سعدوا وكانوا من اهل الجنه وان عصوا شقوا وكانوا من اهل النار وكان علي حكيما عالما هذا المقطع قلنا الباب في باب حالات الأئمة في السن وبداية هذا الحديث الذي تلوناه في الحلقة الماضية حول هذا الموضوع لكن انجر الكلام إلى موضوع الطاعة الحديث الآخر عن صفوان بن يحيى قلت للرضا عليه السلام قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر يعني الإمام الجواد عليه السلام فكنت تقول يهب الله لي غلاما فقد وهب الله لك فقر عيوننا فلا أران الله يومك فإن كان كون فإلى من فأشار بيده إلى أبي جعفر عليه السلام وهو قائم بين يديه قلت جعلت فداك هذا ابن ثلاث سنين قال وما يضره من ذلك شيء قد قام عيسى عليه السلام بالحجه وهو ابن ثلاث سنين. الامام الرضا عليه الصلاه والسلام لم يرزقه الله سبحانه وتعالى الذريه الا في مرحله متاخره. فحينما استشهد الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام في السجن بالسم قام الامام الرضا بالامامه جماعه وقفوا ذكرنا تفصيلهم الواقفه وكان من ادله الواقفه ان الرضا عليه السلام ليس له ولد اذا مات انقطعت الامامه الذي تدعونها ونحن نقول يعني الواقفه يقولون بان المهدي هو الامام الكاظم وهو حي فهذا كان من ادله الواقفه وهذا الأمر طال تقريبا عشر سنوات بعد إمامة الإمام الرضا الله سبحانه وتعالى رزقه الإمام الجواد. الإمام الرضا يعني بلغ الخمسة وأربعين أو 50 سنة تقريبا، والإمام الجواد صبي. صفوان ابن يحيى من الأجلاء الثقات يقول من الإمام من بعدك قال هذا الإمام الجواد يقول شفت الإمام الجواد عمره ثلاث سنوات هذا ابنه ثلاث سنين شلون يصير الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال شنو المشكلة عيسى من أنبياء للعزم عندما كان عمره ثلاث سنوات كان نبيا وقبل ذلك في المهد كان نبيا. قلت وما يضره من ذلك شيء، يعني اذا عمره ثلاث سنوات هذا ما يضره. قد قام عيسى بالحجه وهو ابن ثلاث سنين، هذا مو معناه انه ابتدات حجيته ونبوته وهو في عمر ثلاث سنين، في عمر ثلاث سنين، لا، المقصود انه حينما كان عمره ثلاث سنين كان نبيا. ونبيا كان من قبل ذلك. فشنو المشكلة؟ طبعاً بعد هذه القضية حوالي ست سنوات من هذ... بعد هذه القضية كان استشهاد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام الجواد نطق بالإمامة وعمره تسع سنين. الحديث الآخر عن أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد. قال: قلت له إنهم يقولون في حداثة سنك أنت صغير، صغير. فقال إن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم لأن النبوة اختيار من الله الله سبحانه وتعالى اختار داود للنبوة وآتاه الملك ثم اختار سليمان وكان صبيا راعيا للغنم عباد بني إسرائيل وعلماءهم أنكروا ذلك شلون يصير هم صغير صغير وهم راعي فأوحى الله إلى داود عليه السلام أن خذ عصا المتكلمين يعني الذين تكلموا في سليمان وعصى سليمان واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم فإذا كان من الغد فمن كانت عصاه قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة فأخبرهم داود فقالوا قد رضينا وسلمنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يريهم معجزة هو كلام داود يكفي لأنه نبي معصوم يقول إن الله سبحانه وتعالى قد نصبه بس هاي حالة العناد أحيانا موجودة في بعض الناس فالله سبحانه وتعالى أراد أن يريهم أن يريهم معجزة سليمان لأن الأنبياء لهم معاجز وكانت المعجزة كل واحد يجيب عصا العصا خشبة يابسة وضعوها في غرفة وأغلقوا باب الغرفة وختموها بخواتيمهم حتى بعدين باشر واحد لا يطلع يقول كذا وكذا وكذا وفي رواية أخرى حرسه حرسوا تلك الغرفة إلى الصباح الصباح فتحوا الباب شافوا عصيهم كما كانت كل واحد عصاته كما هي لكن عصا سليمان قد اورقت واثمرت هذا اعجاز خشبه يابسه في ليله واحده تورق وتثمر فسلموا لما راوا هذه المعجزه الشاهد أن سليمان كان صبيا لكن الله سبحانه وتعالى اختاره لخلافة داود الحديث الآخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق أبو بصير كان أعمى لذا كني بأبي بصير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت إليه ومعي غلام يقودني خماسي غلام خماسي، خماسي يعني طوله خمسة اشبار مو رجل صغير، لم يبلغ لم يبلغ هذا اللي طوله خمسة اشبار وليس ببالغ يعني تارة واحد يمكن يكون قصير يبلغ، لا هذا قصير لم يبلغ يعني طفل فقال لي كيف انتم اذا احتج او احتج يعني احتج الله عليكم بمثل سنه تجي أيام طبعا لم يدرك أبو بصير تلك الأيام تجي أيام الله سبحانه وتعالى فيكم يجعل غلاما لم يبلغ الحلم إماما أو قال سيلي عليكم بمثل سنه الإمام الصادق وفاته بالسم كانت في سنة مئة تسعة وشهادة الإمام الرضا وإمامة الإمام الجواد كانت في سنة 202 واثنين أو 205 وخمسة يعني أكثر من خمسين سنة الفاصل بين ما قاله الإمام الصادق وما تحقق الحديث الآخر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته يعني أبا جعفر عليه السلام عن شيء من أمر الإمامة فقلت يكون الإمام ابن أقل من سبع سنين هسه الإمام الجواد حين استشهاد الإمام الرضا عليه السلام كان عمره في بعض الروايات سبع سنين وفي أشهر الروايات تسع سنين هسه سأل الإمام الجواد يصير امام يكون وعمره اقل من سبع سنين انت عمرك سبع سنين او تسع سنين صرت امام يصير اقل من ذلك؟ فقال نعم واقل من خمس سنين يشير الى الامام المهدي لان الامام المهدي حينما استشهد الامام الحسن العسكري وتبوأ الامام المهدي الامامه كان عمره اقل من خمس سنين لأنه ولد في النصف من شعبان سنة ميتين وخمسة وخمسين وشهادة الإمام الحسن العسكري كانت في ربيع الأول من سنة ميتين وستين يعني أقل من خمس سنين عمره قال نعم وأقل من خمس سنين فقال الساهل راوي الحديث فحدثني علي بن مهزيار الراوي الآخر بهذا في سنة إحدى وعشرين ومائتين يعني قبل مولد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باكثر من ثلاثين سنة. احدى وعشرين، احدى وثلاثين، احدى وأربعين، احدى وخمسين. يعني قبل اربعة وثلاثين سنة من مولد الامام المهدي سهل سمع هذا الحديث من علي بن مهزيار. الحديث الآخر عن الخيراني عن أبيه كان خادما للإمام الرضا عليه السلام قال كنت واقفا بين يدي أبي الحسن عليه السلام بخراسان فقال له قائل يا سيدي إن كان كون هذه كناية عن الوفاة بس كناية تصريح أنه إذا تقول له أنت إذا متت هذا خلاف الآداب إن كان كون فإلى من قال إلى أبي جعفر ابني فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد فقال أبو الحسن إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى بن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة مبتدأة في أصغر, في أصغر من, من السن الذي فيه أبو جعفر عليه السلام الله سبحانه وتعالى نبى عيسى حين ولادته، يعني كان نبيا حين ولادته. ورسالته كانت وعمره سبع سنين. هو نبي من حين ولادته الى سبع سنوات نبي ليس برسول. لكنه حينما بلغ وعمره سبع سنين الله سبحانه وتعالى ارسله للناس. وهو اقل عمرا من الامام الجواد، وعيسى عليه السلام رسول. ونبي وصاحب شريعة مبتدأة يعني متابع لشريعة الأنبياء الماضين لأن أنبياء العازم كل واحد جاء بشريعة جديدة من الله نوح ثم بعد نوح شريعة إبراهيم نسخت شريعة نوح ثم بعد إبراهيم شريعة موسى ثم بعد شريعة موسى شريعة عيسى صاحب شريعة مبتدأة متابعة وعبر سبع سنين الحديث الآخر عن علي بن اسباط قال رايت ابا جعفر عليه السلام يعني الامام الجواد وقد خرج علي فاخذت النظر اليه او فاحددت النظر اليه، يعني دققت في هذا صغير هذا شنو هذا شو يصير امام؟ وجعلت انظر الى راسه ورجليه لاصف قامته لاصحابنا بمصر فبينا انا كذلك حتى قعد فقال يا علي إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبوة فقال آتينا وآتيناه الحكم الصبية تشوف نبي مثل يحيى وآتيناه الحكم الصبية ولما بلغ أشده نبي آخر مثل موسى حينما بلغ أشده يعني شاب عمره أقول عشرين سنة مثلا خمسة وعشرين سنة وفي آية أخرى وبلغ أربعين سنة تشوف نبي عمره أربعين سنة الله سبحانه وتعالى حكمة الله تقتضي واحد عمره أربعين سنة واحد شاب واحد صبي يختارهم للنبوة فكذلك بالنسبة إلى الإمامة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتاها وهو ابن أربعين سنة الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب قال علي بن حسان لأبي جعفر عليه السلام الجواد يا سيدي إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك فقال وما ينكرون من ذلك ليش ينكرون ما هذه استفهام إنكاري قول الله عز وجل يعني هل ينكرون قول الله لقد قال الله عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من اتبعني منه علي بن أبي طالب إنها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وذاك الوقت من اتبع علي بن أبي طالب لأن أول الناس إسلاما هو الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان عمره هو حسب بعض الروايات تسع سنين وحسب بعض الروايات عشر سنين فوالله ما تبعه إلا علي وله تسع وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين والله سبحانه وتعالى حول, حول علي يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني علي كان على بصيرة من أمر الله سبحانه وتعالى وقد اتبع الرسول صلى الله عليه واله والناس مشركون شو المشكلة في ذلك إذا كان في أول في أول الإسلام يكون أيضا في زمن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام والحاصل أن الإمام اصطفاء من الله كما أن النبوة اصطفاء من الله والله بحكمته يصطفي ويجعل الذي اصطفاه قابلا لما اصطفاه له سواء كان صبيا أو كان كبيرا بحكمته هل ليش الله سبحانه وتعالى اختار أنبياء صغار لعله من الحكمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وكذلك بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام تشوف واحد عمره تسع سنين إمام تجي تسأله ثلاثين ألف مسألة يجيبك يجيبك عنها هذا أكبر آية على صحة إمامتي إذا هو كبير تسأله مو مشكلة يقولون عالم مثلا مو مهم لكن صغير عمره ست سنوات سبع سنوات تسع سنوات عشر سنوات يجيب على ثلاثين ألف مسألة كما حدث للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يعني لعله هذا المجلس كان يطول أسبوع أسبوعين هذا دليل على امامته وتقوية للدين والمذهب في قلوب ضعاف الناس وبيان لقدرة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.